باستمرار الدموع. دمتي من دموعك في السينما كان زمانك مليتي انهار. شوف اسمع بقى. ما هو ساعات ما بتبقاش دموع حقيقيه يعني. انا عمري ما صدقت غير انها دموع حقيقيه. لا شوف هي صحيح بتبقى صادقه 100%. صادقه الاحساس، شده الاحساس. لابد اني اكون بشعر بالكلمه تمام واحاسسها والا ما توصلش للجماهير. لكن في بعض الاحيان الدموع بتعصى عليا، في بعض الاحيان ما تنزلش دموع حقيقيه، فاضطر اعمل ايه؟ اضطر احط جريسلين بقى. طب انت استاذ عبد البديع لما كنت بتشوف امين رزق في بدايات العمر اللي عشته ده، هل من فضلك هي كانت زي ما بيسموها فنانه الاحزان، ندبت مصر الاولى؟ هل كانت الدموع وامين رزق وحده؟ انا عايز اتحقق منك في هذه النقطه. شوف انا حبيت اقيسها في يوم كده، قلت لها تعالي فين الدموع؟ انت اللي يشوفك يقول ده مموته نفسها، فين الدموع؟ قالت لي اذا اتحبست يعني ما يعجز الانسان ان تبقى الماساه كبيره لدرجه ان العموم الدموع مش طيعه معاه. فانا لما امينه رزق تقول كده، اسمع توضح لي المعنى. بتقول لك اذا بلغت الماساه من انسان عزت الدموع ان تتجاوب معه. تمام، عصيته. ماشيه في محطات الدراما لكن مفيش دموع، مش لانها صناعه. لا، لان الماساه اكبر من ان تتحملها وتتجاوب معها الدموع. امين عجيبه. امين جاي لك اهو. لا انا بس خلينا في دي عشان خاطر انا ما بخرجش من الضبان. لكن امينه رزق الاداء العمق، الاداء عندها مهاره ولا احساس؟ مهاره واحساس الاثنين. والفنان مهاره واحساس، والفنان الصادق الكويس صاحب الرساله احساس وعاطفه. طب وانت يعني من اقترابك منها وانت عشتيها على طوال عرض المسرحيه كتير، سنتين ثلاثه، هل هي كانسان نافوره احزان؟ ابدا ابدا، ولا نافوره احزان ولا حاجه. دي ست شربات قوي ودمها خفيف قوي ومحدثه لبقه جدا، تضحك كتير جدا جدا جدا، عندها ضحكه فيها رعشه لما تضحك قوي. ازاي انا مش فاكر يعني مش بعرف تسميها، هي رعشه كده في ضحكتها لذيذه. عينيها بتبرق خضر وبيبرقوا قوي. انت ليه واقفه عند عينيها قوي؟ لانهم معبرين بشكل خطير. ولان الحمد لله انه الواحد لما يكبر شويه العينين بتبقى فيها دموع، ما بتبقاش فيها الفرحه دي.